كل واحد مننا ماشي في طريق، واحنا جوه في قلبنا انسان بريء. وانت شايف في المراية اللي قصادي، راح تكمل ولا خايف تبقى في الايام غريب؟ كل واحد مننا ماشي في طريق، واحنا جوه في قلبنا انسان بريء. كنت شايف في المراية. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم معنا في طريق جديد وضيف جديد. والحقيقه ضيف النهارده هو شخص رياضي، لعب لاكبر فريقين في مصر، الاهلي والزمالك، وكابتن منتخب مصر واشياء كثيره. كابتن جمال عبد الحميد، اهلا وسهلا بيك وكل سنه طيب. اهلا بك استاذ مدحت ودكتور مدحت، وكل سنه طيب. انت بالصحه والسلامه. انت فعلا يعني لعبت لاكبر فرقتين في مصر، استفدت حاجه من لعب الفرقتين ولا كان صعب؟ استفدت ان انا بقيت جنب قدامك هو دكتور. انا اكثر تاثيرا كان فيك الاهلي من زمان؟ والله الاثنين، يعني النادي الاهلي كان بدايه شهرتي وبدايه لعب الكوره والناس تعرفني، والزمالك بقى اداني النجوميه وكمل المشوار. فالاثنين ليهم تاثير عليا قوي. مين اكتر حد بقى اثر عليك وانت لسه طفل صغير رضيع كده لغايه 5 سنين المرحله دي، مين كان اكتر حد اثر فيك؟ متهيألي والدتي. متهيألي لان وانا صغير طبعا اكيد ما فيش حد كان بيحضنني غير والدتي، فوالدتي هي اللي اثرت فيا جدا، لان كانت حنينه عليا جدا جدا. وانا اصلا كنت من النوع اللي بحب اسرتي قوي قوي وما بحبش اكلفهم، فالمواعيد بقى بعد ال5 سنين حسيت انها تعبت عشان قوي، فحبيت اريحهم طول عمرهم يعني، انما البقاء لله يعني الاثنين، بابا بقاء لله امي وامي. يعني الحنيه في وجهه نظرك في التربيه اهم ام الشده؟ لا الحنيه، سواء ولد او بنت. الحنيه مهمه جدا، لان انا الحمد لله رب العالمين والدي ووالدتي كانوا حنينين عليا جدا جدا، فانا طلعت شايل الجميل طول العمر، لدرجه ان انا دلوقتي مع ولادي ببقى حنين قوي قوي عليهم عشان يشيلوا لي الجميل دوت. الشده ساعات بتقطع الموده اللي بينك وبين الطفل، فدايما كان الحنيه بتخلي الطفل قريب جدا من والده ووالدته، فعشان كده انا بقول الحنيه اكتر بكتير من الشده. في بعض الاباء بيعتقدوا ان لو هو خصوصا مع الولد، لو كان حنين مع الولد او اظهر له حبه ورقته يطلع ولد مايس او ولد ضعيف او ولد خرعة. في حنيه مع التوجيه، وفي حنيه مع الدلع، انما الحنيه مع التوجيه هي دي المهمه جدا جدا، لان دي السنه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما اوصاش بضرب الاولاد ولا شده الاولاد، ولكن بالحنيه. يعني انا بؤيدك 100%، ودي رساله بناخدها من حضرتك عشان نتعلم منها كل اب وبيسمعنا دلوقتي، ان مش بس الشده هي المطلوبه، بالعكس ده انا المفروض الاحتواء والطبطبه، وبعدين اشوف هو غلط في ايه وابتدي بقى نتفق على العقاب سوا، انا اهو نعاقب ازاي. ده هيجرنا لحاجه مهمه جدا في الايام اللي احنا عايشين فيها ديت، لان قالوا ان الدكتور محمد مرسي ما هيجي يمسك البلد هيمنعه بقى الابداع وهيمنعه مش عارف ايه. انا بشوف بعض الروايات ان في ناس كتاب عظام جدا بيكتبوا عن الشده فالولد بينحرف، وفي كتاب كبير جدا بيكتبوا عن الدلع عن الحنيه الولد برضو، انما في كتاب بيكتبوا عن الحنيه مع التوجيه فبيطلع الولد، فبرضو الابداع موجود في حته الشريعه والسنه. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان الموضوع مهم جدا ان احنا نهتم بولادنا ومن غير ما نعصبهم، لان الحياه بقت دلوقتي صعبه جدا. يعني انت حاليا في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي واحنا في ايام مفترجه زي ايام رمضان، متفائل خير لمصر ان شاء الله؟ طبعا متفائل جدا جدا، الحمد لله رب العالمين، احنا الاحسن بكتير قوي قوي. وابتدأوا على الاقل كل واحد بيقول رايه دلوقتي، ويعني انا عايز اقول ان في ناس كتيره جدا مع البلد وفي ناس ضد البلد. الناس اللي ضد البلد مش ضد البلد يعني بتخربها، انما ليها اراء ضد النظام مثلا، فدولت لازم نحترمهم ولازم نحترم رايهم، لان احنا كنا مكبوتين فما كناش عارفين نقول راينا، فالناس ديت لازم نسمع رايهم ونحل لهم برضه مشاكلهم علشان البلد تمشي. فالموضوع حلو قوي، الحريه لذيذه جدا جدا، بس بعيد عن الشرعيه، يعني ما تخرجش عن الشرعيه دي اهم حاجه، وعن التكسير وعن التدمير وكده.
انت وانت طفل صغير كنت شقي ولا كنت هادي؟ لا بص بقى، انا لو حكيت لك انا كنت ايه، الناس كلها هتبكي دلوقتي. انا راجل هتبكي؟ انا ولد اشتغلت وانا صغير، يعني وانا عندي وانا في رابعه ابتدائي كده بشتغل في الصيف عشان اساعد امي وابويا، لان ابويا كان موظف على قده، والدتي قاعده في البيت واحنا خمس اولاد. فانا مصروفي كنت بسمع من بينهم بعض وهم بيتكلموا بالليل وانا ما كانش جاي لي نوم، ان عايزين نشتري جزمه الجمال، عايزين نشتري بيجامه لاخويا. فبلاقي الموضوع بيدبروها بقى، طب بلاش ناكل كذا، طب بلاش نعمل كذا. فانا كنت دايما اسمع الحاجات دي وانا صاحي، فاطلب من امي وابويا ان انا اشتغل في الاجازه. كنت بشتغل في الاجازه، اشتغلت كذا مهنه، اشتغلت خردواتي واشتغلت بتاع قماش واشتغلت ميكانيكي واشتغلت حاجات كتيره جدا. ده تاج على جبينك، في كل اجازه. ده حاجه تشرفك. نعم، ده حاجه تشرفك. طب الحمد لله، ما انا بقول لك الحمد لله رب العالمين، دي حاجه كويسه جدا. بس انا قصدي اقول لك ان انا كطفل ما كنتش شقي، عمري ما جبت لهم مشكله في حياتي وانا طفل. لان انا في مره، ودي مهمه جدا جدا برضو، ان انا مشيت حوالي 27 كيلو على رجلي علشان ما جيبش مشكله لابويا وامي، ما اتشعبط في الاتوبيس والكمساري يمسكني يوديني القسم. يبقى هو ابويا يعني بيشتغل صبح وبعد الظهر، ابويا كان بيجي من الشغل الساعه 3 يتغدى باللبسه وينزل الساعه 4 يروح شغل تاني عشان يقضي مصاريفنا. فكنت واخد منه الحته دي المسؤوليه. فما جيت انا مره بختبر في النادي الاسماعيلي كان بيتمرن في الجزيره وفلوسي خلصت، فوانا راجع معيش ولا مليم، فرجعت ماشي من هنا السيره لمصر القديمه، من نادي من برج الجزيره لغايه عين السيره ماشي مصر القديمه، والاتوبيس اشوفه قدامي ما رضاش اركبه علشان ما اعملش مشكله لابويا. فانا ما عملتش مشاكل الحمد لله رب العالمين. طيب كابتن جمال، تسمح لي اسالك اسئله ليها مدلول نفسي عند حضرتك؟ تفضل. وبعدها انا هقوم بترجمه هذه الاجابات. تفضل. حضرتك اي الوان بتفضل؟ الابيض. الارقام من 1 ل 9 بتفضل رقم ايه؟ من 1 ل 9 7 طبعا. 7 رقم 7 برضه 7، علشان انا ابني عمر اتولد يوم 7/10، فاتولد الساعه 12 الا تلت، فعلى بال ما خرج لي بقى 12 ودي حسبت يوم 7. بحب يوم 7 جدا. بحب يوم 7. الفاكهه المفضله اليك؟ الفاكهه التمر. التمر لو احتسبناه من الفاكهه يعني. بتحبه اكتر الليل ولا النهار؟ لا النهار، احب دايما النهار. تحب الخضره ولا البحر؟ البحر. بحر. بحر احبه جدا، احب ابص البحر قوي قوي. طب تحب تعرف مدلول اجاباتك؟ يا ريت، بس شكلي قلت حاجه غلط. لا خالص، بالعكس. بالعكس، هو تحليل نفسي مبني على اختياراتك. انت انسان اجتماعي وودود ومنفتح ومقبل على الحياه، ودايما ما بتضحك، ودايما بتبقى فاكهه التجمعات مع اصحابك ومع من حولك، مبدع وخيالك واسع، محظوظ، بتعتبر نفسك محظوظ، محظوظ جدا. جداً. وكمان محط انظار الناس، ولكن البعض ياخذ عليك ان تصرفاتك بها بعض الطيش، ده بعض المقربين. انت ايضا انسان خجول جدا، ولكن بتجيد الحديث، ظاهريا خجول ولكن انت متحدث جيد ولبق. انت برضو فيك خصلة وقد تكون ميزة، انك انت تعتقد دائما انك على صواب، وده بشوية بيخلي اللي قدامك يعتقدوا انك انت متصلب الرأي او متعجرف. بتتريث كثيرا قبل ان تحكم او تنقد من حولك، تاخد وقتك يعني عشان تفهم وتدرس تشوفهم عاملين ازاي، وما بتصرحش بسهولة عن ما يدور في ذهنك تجاه الاخرين، بتحتفظ بيه نفسك. ايضا نقدر نقول كمان من اختياراتك الأخرى انك انت هادئ جدا وقنوع، من الناس القنوعين، وعندك عطاء، وبتحب البيت، تحب البيت وتحب الأسرة. وغالبا الآخرين بيلجأوا ان هم يستشيروك، ولكن انت عمرك ما تلجأ لحد تستشيره، لكن الآخرين دايما بيجدوا الاستشارة عندك انت. مستمع جيد ومنصت جيد، وبتعطي الكثير وما بتطلبش حاجة، وده يمكن زي ما بيقولوا ايه، في ناس ممكن تفهم ده غلط، اعتبروا ان الطيبة دي خيبة يعني، او الطيبة عبط دي عبط عبط. فقد حان الوقت، دي النصيحة الأخيرة، لتطلب لنفسك
عمري ما بحبش يعني، دايما احب الاخرين جدا يعني، ما اطلب لك كويس قوي، انا ما اعرفش اطلب لنفسي. ما انا بقول لك عادي، حاول تعمل ده، حاول، لان ده في نوع من انواع التقدير، عشان هيجي في يوم وتصدق كلام الناس ان الطيبه دي عبط وممكن تبطل تبقى طيب. فلا، خليك احسن طيب، واطلب من ان لاخر بعض الشيء عشان تحس بالتعادل النفسي. كم في الميه تعتقد الاجابات مطابقه لشخصيه جمال عبد الحميد؟ مش هتصدق لو قلت لك 100%، وبالذات حته الراي ديت، بعتبر ان انا فعلا يعني انا اقول السلبي بقى، ان انا ساعات بعتبر ان رايي هو اللي صح، بعتبر رايي هو. فبرضو دي برضو سلبيه فيا يعني، وانا ما احبش كده، احب اخد راي الناس، انا بحب المشوره جدا جدا، ولكن ساعات برضو الموقع اللي انت فيه بتاخد انت القرار، فبعتبر ان صح. فده برضو لا، انا بعتبر ان 100% اللي انت عارفه 100%. اه طبعا، اسمح لي حاجات كتيره يعني، حته الطيبه دي مهمه قوي، والهدوء والخجل دي مهمه جدا. انا الحياه شعبه من الايمان، فمهم جدا كل واحد عنده الحياه. الحياه عند الناس بيفتكروها خجل، وزي ما احنا قلنا طيبه قوي زياده عن اللزوم. تسمح لي ناخد فاصل؟ اتفضل. فاصل ثم نعود. كل واحد مننا ماشي في طريق، واحنا جوه في قلبنا انسان بريء. كنت شايف في المراية. كل واحد مننا ماشي في طريق، واحنا جوه في قلبنا انسان بريء. كنت شايف في المراية. ورجعنا بعد الفاصل، ولسه مكملين في طريق الكابتن جمال عبد الحميد. كابتن، قرارات مصيرية في حياتك خدتها وانت في مرحلة استخراج رخصة القيادة، بقى انت بدأت تقود حياتك بقى، كان في سن نقول 16 15، اه يعني 17 سنة. 17 سنة بدأت ابقى منفرد لوحدي. اه، وقراراتي بقى، لان انا ابتديت يعني، انا لعبت في الشارع لمدة 17 سنة، 17 ونص كده. وبعدين في كشاف اكتشفني، كان الله يرحمه الكابتن شيكو، وداني النادي الاهلي يعني، خدني وداني النادي الاهلي. كان في سن 17 ونص. 17 ونص، اه يعني دي برضو للشباب، ان واحد بيبقى مثلا ما يقاس يعني، اه، واولياء الامور دلوقتي مستعجلين على اولادهم قوي، تلاقيه عنده 8 سنين ولا 7 سنين وعمال شايل هم هيلعب فين وهيروح وديه فين. 7 سنين لسه بدري قوي. فيكمل 13 14 سنه يقول لك ابني خلاص بطل، ابني ما بقاش. فانا لعبت وانا عندي 17 ونص 18 سنه يعني، دخلت على 18 سنه خلاص بلعب في الشارع. فجاه واحد شافني فراح موديني النادي الاهلي، رحت النادي الاهلي. خلاص اما رحت النادي الاهلي بقى ليا مرتب، بقى ثابت ليا شخصيه منفرده يعني، حسيت كده ان انا ايه، بقيت دراعي يمين لوالدي. لوالدك؟ لوالدي، اه يعني هو دلوقتي اقعد بقى يا والدي، ما تشتغلش بعد الظهر، خليك معانا بقى، ريح نفسك شويه. فطبعا لقيت نفسي مسؤول بقى من سن 17 ونص 18 سنه. كان اول قرار خدته ايه؟ الجواز. اول قرار، لا هو طبعا انا عايز اقول لك حاجه يعني مهمه السن ده؟ انا عايز اقول لك حاجه برضه مهمه على الحنيه بقى. ان عشان هم بيعاملوني بالحنيه، اول فلوس خدتها من النادي الاهلي كانت 2 جنيه 2 جنيه سنه 76. ده كراتب يعني ولا يوميه ولا؟ لا ده كان عشان مضيت. عشان مضيت؟ عشان مضيت. يعني هو المفروض قيمه التعاقد بتاعتك؟ قيمه التعاقد كانت 2 جنيه. كنت ناشئين تحت 18 سنه. اداني 2 جنيه، خدت ال 2 جنيه وطرت على البيت، اديته لوالدتي، لان والدتي ما كانت، لما كنت انا بحب مثلا اجر عجل، احب مثلا اجيب حاجه زياده، ما بقولهاش، بس هي بتحس. فتروح مطلعه من مصروف البيت قرش مثلا، يعني ايه، تديهولي على 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 استحياء، على اساس ان احنا ايه، نقلل من الاكل سنه. فحبيت ارد الجنيه لابويا وامي وكده، رحت مديهم الفلوس كلها، ما خدتش ولا مليم. كنت انا رايح مع الشيخ صلاح اللي هو المدير الاداري بتاع الوكيل دوت، وعلى حسابه ورجعنا على حسابه، فال2 جنيه فضلوا زي ما هم. فرحت اديتهم لوالدتي، هي بقى طيبه قوي، راحت مدياني عليهم ال2 جنيه. انا جبت بنطلون ب7 وتيشيرت، اديتني عليهم 13 جنيه عليهم عليهم. قالت لي تاني يوم، قالت لي انزل بقى اشتري لك قميصين وبنطلون علشان تدخل انت رايح النادي الاهلي. فروحت الاحسن حته في مصر، بجيب لبس مستورد، واشتريت قميصين ب6 جنيه وبنطلون ب7 جنيه، ويبقى كنت يعني اجمد واحد في الحته. اجمد. فده اللي حصل. في شلت المسؤوليه بقى، بدات اقول لابويا، عملوا لي النادي الاهلي، عمل لي مرتب،
فمن ساعتها الحمد لله رب العالمين وانا مسؤول مع والدي. احنا كان زمان المرتب في الناشئين كان حوالي 4 جنيه 5 جنيه في الشهر. اما انا في نفس الشهرين ثلاثه اللي رحتهم لعبت على طول دوري ممتاز مع فريق كبير النجوم الكبار بقى اللي هم يعني رئيس النادي الاهلي دلوقتي كابتن حسن حمدي وخطيب نائب رئيس النادي مصطفى يونس اكرامي ثابت البطل كل دول لعبت معاهم. من اول شهرين ثلاثه شافني المدرب مستر هيديكوتي والكابتن فؤاد شعبان راحوا واخديني فوق على طول. اما طلعت فوق عاملين مرتب 20 جنيه 20 جنيه بقى ابويا كان بياخد 17 باين ولا فيعني مش عارف كان بياخد كام بس هو 17 جنيه بتعلى من ابويا. فبقيت انا بقى الحمد لله كان ليا ثلاث اخوات بنات انا وابويا ساعدنا بعض ان احنا نجهزهم بقى والحمد لله يعني. بتتكلم دايما ببساطه شديده يا كابتن وانت واضح انك انت انسان بسيط يعني. بسيط جدا احنا من عين الصيره من حي شعبي جدا جدا وساكنين في مساكن شعبيه ولما جيت اتجوزت بقى اتجوزت منين وازاي وخدت القرار؟ لما خدت القرار بقى بعد كده اول قرار طبعا ان ادي الفلوس كلها لابويا وامي لان انا عايز مصروفي بس مش عايز ماليش طموحات قوي يعني. قلت ايه عشان ابقى لعيب كويس وافوز النجوم الكبار دولت واتعرف زيهم لازم يبقى في استقرار. فخدت قرار الجواز اول قرار خدته في حياتي. ابويا قال لي مره واحده يعني مره واحده تتجوز؟ قلت له عايز اتجوز عشان ايه افضل في بيت كويس وافضل بقى ايه مستقر وكده واخش على طول على النجوميه فاتجوزت سنه 79. كان عندك كام سنه؟ يعني قول كان عندي مثلا كام 20 سنه و19 سنه 20 ولا كام؟ يعني انا مواليد 57 حوالي يعني 20 21. بص انا رحت النادي الاهلي 76 اتجوزت سنه 80 كان 18 سنه حوالي 22 سنه او 21 سنه. الجواز بدري نعمه؟ لا يعني لو رجع بيك الزمن مش هتجوز؟ لا لا مش هتجوز بدري. ليه؟ لان الجواز البدري دوت لو كان على بالعقل كان اقول لك انما هو كان جواز حب لبنت الجيران وبحبها ومش عارف ايه وبعدين انا بضحي وهي ما بتضحيش فلازم ننفصل. هي بتضحي وانا ما بضحيش يبقى لازم ننفصل. انفصلت؟ فانفصلنا بعد 9 شهور ولا بدري يعني في اول طريق. بدري. الجواز الصغير دوت بيبقى اطفالي قوي وعيالي قوي فلازم يكون جواز بالعقل مش بالحب. الحب ده بتبقى انت بتدي كل حاجه وعايز اللي قدامك يديك اكتر من لو ما اداك على قدها بالظبط يبقى هو ما بيضحيش زيك يبقى لازم تتخانق فاتفصلنا بس بودي يعني. كان في اولاد؟ لا ما فيش اولاد الحمد لله. الحمد لله. وخدت القرار الجواز الثاني كان امتى بعدها بقد ايه؟ بعديها بخمس سنين سنه 85. خلاص بقى كنت نضجت بقى وعقلت. قعدنا خمس سنين وبعدين انفصلنا مره ثانيه. وبعدين اتجوزت سنه 91. الجواز اللي هي الام الاولاد اللي معاك. وبعدين قعدنا سنتين وانفصلت. معايا ولا كم معايا؟ وانا اتجوزت بقى ام عمر سنه 94 والحمد لله لحد دلوقتي الحمد لله احنا بتسمي الفتره دي فتره ايه؟ اللي هي فتره الجواز والانفصال. الجواز والانفصال تعتبرها نوع من انواع عدم الاستقرار؟ لا لا التدوير على بنت الحلال اللي تكمل معايا وتستحملني. هو لازم تدور وانت بتتجوز ولا ما ينفعش تدور؟ اقول لي ادور ازاي؟ شرعا ما لا يجوز انت تدور من غير جواز. لا ما هو مش شرط بيكون يعني تدوير. لا حسن الاختيار تقصد؟ حسن الاختيار يعني انا يعني انا هم كويسين جدا يمكن انا اللي وحش. اكيد طبعا احنا بنشكر فيهم يعني بس في نفس الوقت ثلاث زوجات كانوا كويسين جدا بس انا يمكن انا اللي كنت الوحش بس ما فيش حد استحملني قد الاخيره ام عمر يعني. طب واستحملك يعني ايه؟ يعني هو ليه لازم دايما الست هي اللي تستحمل الراجل؟ لا دايما الشخصيه العامه لازم الست تستحمل. عشان اشمعنى؟ بغيره مثلا؟ طبعا سبب ثلاث طلقات الانفصال الغيره والشك. انت كنت شقي اصلا؟ لا انا بص انا كشاب ما فيش واحد في الدنيا ما كانش شقي بس ما بيتجوز ما بيبقاش شقي بس الغيره بتصنع الشك فهو بيتخنق فبينفصل انما لما يكون الست ما بتحبش الخنق خالص ما بتحبش القيد خالص يعني بص يعني لو انا قاعد في حته هكسب منها مليون جنيه. طب انت لابس الكرافته دي بلاستيك مخنوق؟ لا دي الكرافته دي عشان بنتي اللي جايباها فحبيت اطلعها لها في التلفزيون. اصل بنتي اخر بنتي اللي هي اتجوزت. ليك بنت اتجوز بسم الله ما شاء الله. انا ليا ثلاثه الحمد لله اتجوزوا وعندي مريم وعمر. فاخر واحده اتجوزت كانت يعني انت جد دلوقتي؟ بتعمل شهر عسل بره فجابت لي الكرافته دي فانا قلت لها هطلع بيها بقناه الناس بحب قناه الناس جدا بالكرافته الجديده بتاعتك انا مثلا ما بحبش البس كرافته. طب انت خدتها مرور الكلام وبقول لك جد انت عايز كروتني؟ لا ما انا اقول لك انا طيب لا ما ارجع هنرجع اصل دولت ما يتكلموش كده في خمس ثواني ده انا عندي عبد الله وهانيا ويحيى وحسن عندي اربعه والاربعه بص ولادي ما لهمش لازمه قد الاربعه دولت اللي هم احفادك وعندي بنتي الاخيره مريم دي حياتي يعني
ربنا يخليهم لك جميعا. انما احفادي واخدين عقلي يعني بالذات هانيا. تفتكر ليه؟ ليه الاب دايما او الجد بيروح لاحفاده؟ ده عشان بيعوض شويه اللي كان اهمال اللي كان بيهمله الاولاد وتيجي تشغله في الحياه وينشغله في شغله. ممكن 100%، ولكن في حاجه تانية كمان، عشان بيلعبوا في تأنيب في لحياتي، بيهزروا معايا مش عارف ايه. الاولاد كبروا خلاص بقى ليهم مسؤوليات وكمان بقى ليهم راي، فانا البنت واحفادي اقول لهم تعالوا يمين يمين، تعالوا شمال شمال، اسمعوا كلامي. انما اولادي دلوقتي اقول لهم يمين يقولوا لي ماشي هنيجي معاك علشان ما نزعلكش، فمن بحس ان انا مضايقهم مش علشان يمين وشمال، علشان هم ليهم خصوصياتهم برضه، ليهم صحاباتهم، ليهم مذاكرتهم، ليهم كذا. فاحفادي بحبهم كده، ولكن برضه بيعوضوني ان هم انشغلوا، فدولت بالنسبه لي بقوا حياتي يعني. طب لو سالت ولادك بقى قلت لهم ايه اكتر حاجه ما كنتش حابينها في بابا، هيقولوا ايه؟ الشغل. ما بشوف. لا يعني ايه يعني؟ ترجم لي. ما بيشوفونيش. ترجم لي برضه. ما انا بقول لك ما بيشوفونيش. ترجم لي. بحاول اشتغل زي ابويا. ايوه بس كان ترجمها لي. قله حنيه يعني؟ ما كانش موجود ساعه ما كنا بنحتاجه. لا لا لا. طب قول لي. لا ترجم لي. لا انا الحمد لله رب العالمين معاهم. اسالهم يعني ان شاء الله، يعني لو في تليفونات تسالوهم انا الحمد لله معاهم حنين جدا جدا، والوقت اللي بقضيه معاهم انا بيتي قوي زي ما انت حضرتك قلت. انا بيتي جدا، لو اتعزم في مليون حته انا كل ست شهور ممكن اخرج مره واحده اتعزم، عشان ما يروش علينا انا متكبر، ما يروش علينا مغرور ان انا ما قابلتش العزومه ديت. انما بقيت ست شهور قاعد في بيتي، اول ما اخلص انا كنت ساكن في الشروق، كنت اروح شغلي الصبح وارجع الشروق عشان اشوفهم وارجع تاني شغلي تاني. شوف بقى مدينه نصر الشروق قد ايه. امال ايه شغلك؟ تقصد ان هم بيقولوا لي قلل من شغلك شويه يا بابا علشان نقدر نشوفك، نقدر نقعد معاك. نشوفك اكتر يعني؟ اكتر. نقعد معاك، لانك انت انا بص، انا عذرت ابويا بيربي خمس اولاد، فيهم ثلاث بنات هيتجوزوا وفيهم ولدين ما يعرفش مستقبلهم هيبقى ايه في البلد دي. تعرف البلد بقى كانت عامله ازاي في 30 سنه؟ ما يعرفش مستقبلهم قد ايه. ما فيش طبعا، الحكومه مقفوله، الشغل في الحكومه مقفول، الشغل ما فيش شغل خاص كويس، الدراسه كانت ضعيفه جدا جدا، مش ممكن ما ناخدش شهادات عاليه، فالموضوع كان صعب بالنسبه له. انا حسيت بيه بالحته دي، فانا دلوقتي بحاول بقدر الامكان طبعا، يعني بحاول ان انا ابقى زيه، ان انا اسعدهم وانا موجود بس. وطبعا كل واحد يشق طريقه بعد الموت يعني بالنسبه لي، انما انا بحاول اعمل اللي عليا، اللي هو ابويا علمني عليه. ايه اكتر حاجه حاولت تتعلمها لهم وتغرزها فيهم صح؟ ان كل واحد يعتمد على الله سبحانه وتعالى، ما اعتمدش، اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. دايما اقول لهم كده، ما فيش حد يعمل لك حاجه، لو مكتوب لك هتنجح، مكتوب لك هيجي لك فلوس، مكتوب لك هتتجوز فلانه، مكتوب لك هتتجوزي فلان، بص ما فيش حاجه في الدنيا هتتعمل غير المكتوب. فاذا بقى لقيت نفسك متاثر استعن بالله، لقيت نفسك يعني عايز حاجه اسال ربنا، ما تسالش حد، هيجي لك لغايه عندك، لو مكتوب لك هيجي لك لغايه عندك. فعلمتهم ديت، فحتى انا الحمد لله رب العالمين، يعني انا مناسب كان الله يرحمه الشيخ ابراهيم صفراطه من الناس العظماء اللي هم الشيوخ الكويسين في مصر، انا بحسبهم على خير الله يرحمه. فكان بنته ما شاء الله يعني في يعني عندها شويه دين، فعلمتنا ان مش انا اللي برزق، مش انا اللي بشتغل علشان اجيب فلوس، لا ده ربنا هو اللي بيجعلك سبب تشتغل الشغل سبب عشان انت تجيب فلوس. طبعا الواحد كان بعيد عن الدين خالص، فكان بيحس ان ايه المحل هو ده لحم كتاف ولادي من خيره. لا ما ينفعش الكلام دوت، لازم برضو نعدله للناس اللي بيقول لك ايه لولا الارض ديت ما كنتش انت بقيت مهندس، لا لولا المحل ده ما كنتش انت بقيت مهندس، لولا انا اشتغلت صبح وبعد الظهر ما كنتش انت دكتور. لا دكتور ده الموضوع بعيد خالص. فتعلمت من حماية ومن حماتي ومن المدام عندي ان الله هو اللي بيرزق. انت لو سالت اي ولد من ولادي مين اللي جاب لك الباجي ده، الموتوسيكل ده، القميص ده، يقول لك ربنا مش ابويا، ربنا ادى الفلوس لابويا، ابويا هو اللي جابه لي سبب يعني، جابه لي كوسيط بس. بس بتعلمه ازاي يشتغل، وبتعلمه قيمه العمل، وبتعلمه قيمه انه يجتهد، مش بس يفضل قاعد متواكل منتظر عطيه الله سبحانه وتعالى. خلي بالك اسعى، يعني هو هيسعى في الحاجه، بس اذا ما جاتش ما يتذلش للناس. يقعد كده يصلي ركعتين ويطلب من ربنا ينجي له، ولو ما جاتلوش يسعى في حاجه تانية وثالثه ورابعه. لازم يسعى يعني، انما مهم قوي انك تعلمها، انما ما يبقاش قاعد مذلول للعبد. لا ما ينفعش. فانا دي مهمه جدا، خلي بالك مهمه جدا الحكايه ديت، لان الله سبحانه وتعالى لما امر السيده مريم انها تهز النخله جزع الشجر،
جزء النخل الشجر. كان لو جبنا رجل، لو جبنا بطل العالم في رفع الاثقال او في اي حاجه ما يقدرش يهز يوقع تمرايه واحده، انما هو جعلها سبب لجلب الرزق. نعم. حتى بس فيها سعي بس ببساطه. نعم. ما تتخنقش. نعم. تسمح لي ناخد فاصل؟ اتفضل. فاصل ونعود. كل واحد مننا ماشي في طريق، واحنا جوه في قلبنا انسان بريء. كنت شايف في المراية. كل واحد مننا ماشي في طريق، واحنا جوه في قلبنا انسان بريء. كنت شايف. ورجعنا بعد الفاصل ولسه مكملين في طريق الكابتن جمال عبد الحميد، طريق وصل لنهايته، نهاية المرحلة بتاعتنا اللي هي مرحلة الآن. في اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي يا كابتن، ايه الحاجة اللي انت نفسك تقول يا ريتني اقدر ارجع اعدلها او اضيفها على طريق اللي فات؟ وطبعا يعني حاجات كتيرة، بس هي اهم حاجة ان انا الاهتمام بالدراسة شوية، لان انا مع الكورة اخلصت جدا في الكورة فبعدت شوية عن الدراسة. فانما نصرنا الحمد لله يعني واخد شهاده، بس كان نفسي اطلع ايه؟ يعني نفسي كنت اطلع دكتور بشري، كان نفسي اطلع دكتور. تخصص في ايه؟ في العظام. في العظام. انا رجلي ما اتكسرت، انا عندي كسر في رجلي، كنت بلعب وجالي كسر مضاعف، حطيت شريحه طولها 16 سنتي وست مسامير بلاتين. دي الاصابه اللي حصلت وانت في النادي الاهلي؟ انتقال من الاهلي للزمالك. قعدت فتره طويله ما تلعبش. سنه كامله. سنه. فعرفت قيمه الطبيب، ان ربنا بيديله الفكر والموهبه والدراسه ان هو يرجع واحد كان يتمنى امشي مش العب. فنفسي ارجع عشان ابقى طبيب عظام. وايه الحاجات اللي انت عملتها ونفسك ترجع عشان تشيلها عشان ما تتحطش في لا كتير كتير، كلنا طبعا بنغلط وبنخطا واحنا وخير الخطائين ايه؟ التوابين. اول حاجه كنت اشيل حته التمثيل، لان انا مثلت. انت مثلت صحيح في احد الافلام. ان انا لو رجعت تاني مش همثل تاني. ليه؟ علشان في فرق بين الكوره والرياضه، الرياضه والفن. الرياضه احنا بنصحى الساعه 8 الصبح نفطر ونتمرن ونرجع ننام، وبعدين نتمرن بعد الظهر ونتعب جدا، ننام 11 10 12. في الفن عيني حياتهم كلها بالليل، من الساعه 10 بالليل لغايه الفجر. فانا ما دخلت الفن حياتي اتقلبت من لاعب كوره والتزام لحاجه تانية خالص. بقيت اصحى وانا ما دخلت القوه مسرحيه على طول، يعني بص ما عنديش هزار. فكنت بصحى الفجر، كنت قصدي انزل المسرح الساعه 10، ارجع الفجر اتعشى الساعه 7 الصبح وانام لغايه المغرب، واصحى المغرب اخد شاور واطلع على المسرحيه من 10 لغايه الفجر. انت بطلت الكوره عشان تمثل ولا كان فتره توقف؟ بعد ما انا جالي اصلا كتير جدا من المنتجين جولي علشان اعمل افلام وانا بلعب. فاجلت كل الحاجات اللي بعد الاعتزال، فانا عملتها بعد الاعتزال. قعدت سنه كامله عملت مسرحيه وفيلم، وبعد كده قلت لا هرجع للكوره تاني، لان انا ما استحملتش حياتهم. حياتهم صعبه جدا جدا جدا. بس عشان كده ولا عشان حاجه تانية؟ حاجات كتيره بس دي من ضمن الاسباب. مش عايز تقول الحاجات التانية؟ لا لا، ما دي من ضمن الاسباب يعني بس. بس صدق. دايما يعني كان لسه الكابتن اسامه خليل كان معايا في احدى الحلقات وذكر الحديث الشريف ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيخاطب البني ادم، والله لو لم تخطئوا او لو لم تذنبوا لاستدركم الله بقوم اخرين يخطئون فيذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يعني الحمد لله يعني الفكره ساعات الواحد بيبقى استغفرنا وتوبنا من الحته دي. بس انا عايز اقول حاجه مهمه جدا جدا على الموضوع بتاع الفن. وانا سبت لسبب واحد بس، انا الناس كانت بتستعجب. كنت نجم كوره وبعدين دخلت في 5 افلام ومسرحيتين ومسلسل ومسافر بره الخليج اعمل مسلسل، وفجاه مره بقول للمنتج انا مش عايز. يا ابني انت اتجننت، ده الناس كلها بتجري، ده انت بطل يعني، بتيجي بطل مش جاي. قلت له مش عايز، انا عايز ارجع كوره تاني. اشتقت للكوره، رحت عملت دراسات بره بقى دوليه ونزلت رجعت مع التدريب تاني.
بقوا بيتجننوا وانا بقطع السيناريو وبقطع العقود ومش عايز، انا مش عايز خلاص. بتعتبرها لحظه هدايه؟ الحمد لله. الحمد لله. كابتن جمال، انا هسالك اسئله تحتاج منك اجابه موافق ام غير موافق. هل انت شخص مثير للجدل؟ اه طبعا طبعا، لان انا اقول لك حاجه، كان بيطلع عليا اشاعات كثيره جدا جدا ان انا كنت شقي، ورغم ذلك لعبت لا اكتر عمر في اللي احنا الجيل بتاعي، انا لعبت في 36 سنه وانا ببطل، الناس ما كانتش عايزاني ابطل، كمل تاني. فكان مثير للجدل، ايه ده؟ يعني احنا عارفين ان هو شقي قوي، ازاي بيدي في الملعب 90 دقيقه وهداف الفرقه وهداف منتخب مصر وكابتن مصر في كاس العالم، بيعمل ايه؟ يعني احنا بقى يعني احنا ظالمينه ولا هو اللي حياه تانيه خالص يعني لكل يعني. طب ايه كان السر؟ انا بحب الكوره جدا، والناس كانت ظلماني، الناس كانت ظلماني جدا 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 في حته الشقاوه دي، الناس كانت ظلماني. يعني انت حضرتك انت نجم كوره او نجم مجتمع، ما بتيجي تتعزم على فرح ولا عيد ميلاد ولا، وانت كنت بعيد اصلا عن الدين، فلازم تروح، فانت تتصور مع حد، تقعد جنب حد، خلاص بقت انت انسان مش كويس. فانا كنت برد في الملعب، فالناس كانت مستغربه جدا. دربت الشهره؟ اه طبعا دربت الشهره اللي هي النجوميه العاليه قوي. انما الواحد اللي كنت دايما احس ان انا ايه، مميز قوي، علشان الناس كلها مهتمه بيا، يعني دايما تنقدني، دايما تقول عليا كذا، دايما تقول كذا. فانا قلت لا، يبقى انا مميز بقى، الناس كلها بتبص لي على غلطه وبتفرح لي على حاجه كويسه. طب كابتن جمال، انت شخص بتستفز بسهوله؟ يعني الناس ممكن تستفزك؟ خالص، انا استفز بعد مده، يعني افضل هادي جدا جدا لغايه بعد مده كده استفز استفزاز عجيب، وما بعرفش نفسي. هل انت لذلك انا بدعي دايما ان الله، يعني اللهم ارزقنا، اللهم اسالك من خزائن القاذمين الغيظ. القاذمين الغيظ، اه ده مهم جدا، مهم جدا. انت شخص نقدر نقول عليه صوتك بيعلى لما تتخانق او لما تغضب؟ احيانا، بس بعد يعني مش على طول. احيانا يعني ممكن لما اغضب اتكلم برضو بطريقه سلسه جدا وبالراحه، انما لو حسيت ان اللي قدامي بقى خلاص يعني قفل معايا بس، ما الحمد لله انا مش بتاع مشاكل. يعني ايه الفرق بين جمال عبد الحميد قبل ثوره 25 يناير وجمال عبد الحميد بعد ثوره 25 يناير؟ لو عشرتني تلاقي مفيش فرق، هو الطبيعه، الهدوء، حب الناس، بس هو الفرق في البلد كلها، ان احنا دلوقتي بقينا لينا كرامه. يعني انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا جدا، يمكن الناس مش واخده بالها، ان احمد الجزاوي ما اتمسك في السعوديه، ممكن يكون مذنب او غير مذنب، ان البلد كلها اتقلبت عشانه. ليه؟ ده مواطن مصري، كان زمان المواطنين المصري بيموتوا في مصر من العدو، من اسرائيل، وكنا بنقول احنا بنشجب وبنحجب بس. انما دلوقتي البلد كلها اتقلبت لواحد بس. الاوتوبيس اللي اتقلب في ليبيا في 18 واحد ماتوا و36 واحد ولا مش عارف كام واحد مصابين، اتبعت لهم طياره لغايه ليبيا جابتهم المصابين ده ليه؟ المواطن المصري بقى غالي جدا. عايز تقول ايه لو كلام مختصر جدا ومقتضب جدا بسيط للرئيس محمد مرسي، عايز تقول له ايه؟ عايز اقول له البرنامج اللي انت حطيته، مشروع النهضه اللي احنا قريناه واللي انت عملته، احنا وراك، والموشوع حلو جدا جدا، وعايز يركز قوي قوي في احترام الامن للشعب المصري، المواطن المصري، واحترام المواطن المصري للامن، لان الكل اللي قتلوا الشهداء في ثوره 25 يناير لغايه دلوقتي كلهم بيتحاكموا، انما اللي بره ما قتلوش، الامن اللي بره ما قتلش، فاللي بيتحاكموا دولت هيتحاكموا خلاص. احنا عايزين نثق في الشرطه، في الامن اللي هو بره، نثق فيه وهو يثق فينا، ونبقى العلاقه متبادله بحب. فانا عايز دي اهم حاجه نعملها في الشارع المصري، عشان نرجع فعلا، يرجع لمصر الامن والامان. انما اطلب منه حاجه تانية خاصه بيا بقى، لازم عوده الرياضه، لان في قطاع كبير جدا من الرياضه، 4-5 مليون فعلا هيبقوا عاطلين، وهيطلبوا منك ان انت تصرف عليهم، فلازم الرياضه ترجع تاني. الرياضه مش كوره بس،
الرياضه، جميع اللعبات، رياضه بالناشئين، رياضه بمصانع اللبس، رياضه بالاوتيلات، رياضه بالاوتوبيسات، رياضه بالبيع اللب والسوداني في الاستاد، الرياضه بالعامل اللي بيرش الملعب، الرياضه بالامن اللي بيحرس الملعب اللي هم بتوع الانديه. الرياضه مش 11 لاعب في الملعب. فبقول له 5 مليون من قطاع الرياضه هيبقوا عاطلين واحنا ما بنصدق نشغل واحد بس. نعم. فارجوك رجع الرياضه لمصر، مش اقول الكوره. نعم. الرياضه لمصر. كابتن جمال عبد الحميد، احنا كده وصلنا لنهايه الطريق، ودايما عندنا عاده في البرنامج بنسال ضيفنا انه يدعو بدعاء محبب الى قلبه، ونحن جميعا سنؤمن وراءك. فبماذا تحب ان تدعو؟ يعني انا هذا دعاء واحد بس، علشان انا طبعا ادعيه كتيره، بس انا دايما بحب الدعاء دوت، لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر رضي الله عنه بيلفوا في الكعبه كده، فلاقوا فبلال رضي الله عنه سألهم يا رسول الله انتوا بتقولوا ادعيه كتيره جدا جدا، وانا مش عارف ادعي يعني اقول ايه. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله قال له انت بتقول ايه؟ انت بتدعي تقول ايه؟ قال بدعي بقول يا رب دخلني الجنه وانقذني من النار. قال له كلنا بندمدم عليها، يعني كلنا بندور علشان دي، ان احنا ندخل الجنه وننقذ من النار. فانا دايما اقول كده، اللهم ادخلنا الجنه وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار. اللهم دعاء، لان دخول، بص كل حاجه ليها حل الا دخول النار، ملوش حل. كل حاجه، بص اي مشكله عندك في الدنيا ليها حل الا دخول النار. فعشان كده الدعاء ده مهم جدا، اللهم ادخلنا الجنه وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار. اللهم امين. كابتن جمال عبد الحميد شرفتني، وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم. وانت بصحه وسلامه، والشعب المصري كله والشعب الاسلامي كله والعالم الاسلامي كله بخير. غدا ان شاء الله طريق جديد وضيف جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل واحد مننا ماشي في طريق، كل واحد مننا ماشي في طريق، واحنا جوه في قلبنا انسان بريء. كنت شايف في المراية اللي قصادي، تكمل ولا خايف تبقى في الأيام غريب.